وللحديث عن تداعيات الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وتأثيرها على سكان المخيم، معنا من بيروت المحلل السياسي اللبناني الأستاذ وائل نجم. مساء الخير. مساء النور. أهلا بكم. يعني لماذا تتكرر الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بهذا الشكل؟ من المسؤول عن إشعال الأوضاع مرة أخرى ومرة عن مرة؟ تحية لك أولا ولمشاهدي قناة الرافدين. للأسف الشديد هذا السؤال الذي يتم البحث عن إجابة له منذ أكثر من شهر ونصف، وإلى الآن للأسف الشديد لم يتم العثور على إجابة عن هذا السؤال. من الذي يشعل إطلاق النار والمواجهات والاشتباكات من جديد بعد كل توقف لإطلاق النار وبعد كل اتفاق؟ في مطلع آب الماضي اندلعت هذه المواجهات التي تتجدد اليوم بين فتح من ناحية، عناصر فتح من ناحية، وبين مجموعة صغيرة تطلق على نفسها مجموعة جند الشام على خلفية ثأرية لها علاقة بمقتل أحد قيادات فتح في المخيم. ومنذ ذلك التاريخ إلى الآن كل طرف يوجه الاتهام إلى الطرف الآخر بالمسؤولية عن تجدد الاشتباكات. قيادات المخيم الفلسطينية والقيادات اللبنانية في مدينة صيدا أيضا والأجهزة اللبنانية الرسمية انكبت منذ تلك اللحظة على اجتماعات متتالية وعلى لقاءات متواصلة، وتم التوصل إلى كل يومين تقريبا يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار. لكن للأسف الشديد يبدو أن العناصر الموجودة على الأرض لا تكترث لا لقياداتها ولا لأهمية المخيم وأمنه وسكانه ولا لمصير القضية الفلسطينية أيضا، ولذلك تتجدد الاشتباكات وكل طرف من الطرفين يلقي باللائمة والمسؤولية على الطرف الآخر، وكل طرف يحمل الطرف الآخر مسؤولية تجدد الاشتباكات. اليوم مساء تم التوصل، قبل يومين تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين وإعادة الناس إلى المخيم بين الفصائل الفلسطينية في السفارة الفلسطينية في بيروت بحضور قيادات من فتح وقيادات من حماس وقيادات فلسطينية أخرى، واستبشر الناس خيرا. لكن للأسف الشديد لم تمضي ساعات على هذا الاتفاق ثم تجدت المواجهات من جديد وسقط حوالي 7 قتلى في المخيم. الليلة تم التوصل إلى اتفاق اطلاق نار عند 6 مساء، اليوم مر 7 ساعات على هذا الاتفاق. لكن للأسف قبل قليل كان هناك خبر عاجل عن تجدد وعلى خرق لوقف اطلاق النار في المخيم. من الذي يقوم بذلك؟ من الجهة المستفيدة من هذا الموضوع؟ هذا سؤال يجري البحث عن إجابة له، ولكن للأسف الشديد إلى الآن لم يجد أحد إجابة واضحة ودقيقة عن المسؤول عن هذا الموضوع. نعم، من خلال أيضا آراء سكان المخيم عين الحلوة الجميع يجمع على أنهم كانوا يقاومون للبقاء، بل زادت هذه الاشتباكات أوضاعهم سوءا في هذه الفترة. لماذا تستمر معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في هذه الفترة؟ هو معاناة اللاجئين الفلسطينيين للأسف الشديد معاناة مزمنة في المخيمات الفلسطينية، مخيمات اللجوء في لبنان. مر معك قبل قليل في التقرير الذي تم تقديمه أن مواد البناء على سبيل المثال يمنع دخولها إلى مخيم عين الحلوة أو إلى المخيمات الأخرى. الفلسطيني لا يستطيع أن يتملك في لبنان، لا يستطيع أن يمارس الكثير من المهن أو الحرف أو ما سوى ذلك الوظائف في لبنان. يعيشون حالة صعبة تحت عنوان رفض التوطين، رفض توطين الفلسطينيين في لبنان، في حين أن الفلسطينيين أنفسهم يرفضون مسألة التوطين ويرفضون التخلي عن فلسطين وطنا بديلا لهم ويتمسكون بحق العودة. فهي معاناة مستمرة للأسف الشديد. والآن ما يجري في مخيم عين الحلوة، هذا المخيم الذي كما مر أيضا معك في المقدمة لا تزيد مساحته عن كيلومتر مربع واحد، يعيش فيه أكثر من 70,000 فلسطيني، هذا الازدحام الشديد وهذا البنية التحتية المهترئة وكل هذا الاكتظاظ وكل هذه المعاناة تأتي الاشتباكات وتأتي المواجهات. اسمح لي أن أقول من مجموعة من الموتورين أو من المأجورين أو من المرتزقة الذين لا يأبهون لا لمصير الشعب الفلسطيني ولا لمصير مدينة صيدا المجاورة أيضا ولا للأمن الفلسطيني ولا للأمن اللبناني، وربما يعملون بأجندة لتصفية القضية الفلسطينية وتصفية حق الفلسطيني بالعودة وحق تقرير مصيره وحق اللجوء في لبنان أيضا. طيب، فلذلك للأسف الفلسطيني يدفع فاتورة كبيرة اليوم.
بالمقابل هل تعتقد أن الفصائل الفلسطينية كانت بالفعل على قدر من المسؤولية لإيقاف نزيف الدم في مخيم عين الحلوة، خصوصا أنه كلها فصائل فلسطينية وتسعى مع بينها لأجل نصرة هذه القضية؟ والله للأسف الشديد موضوع الفصائل الفلسطينية كما تقول ربما الأغنية العربية، أسمع كلامك يعجبني، أشوف فعالك أتعجب. الإشكالية إما أنها لا تمون على أفرادها وعلى عناصرها الموجودة على الأرض، هي قيادات فقط تعيش في المكاتب، وإما أنها للأسف تتحدث عن شيء وتمارس شيء آخر. فمن الذي يتوصل إلى اتفاق إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار؟ هي الفصائل، هي قيادات الفصائل تتوصل فيما بينها إلى وقف إطلاق النار، ثم العناصر على الأرض لا تلتزم. لا أدري كيف يكون، أنا بتقديري نعم الفصائل تتحمل مسؤولية فيما يجري، وهي يجب أن تتعامل وأن تتعاطى بجدية أكثر، وإلا تكون شريكة أيضا بهؤلاء الموتورين في تدمير المخيم وفي إسقاط حق العودة وفي إسقاط تقرير حتى مصير الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين في لبنان. خارج أسوار المخيم وخارج مسؤولية الفصائل، هل ترى أن حيادية الجيش اللبناني مفيدة مناسبة في ظل هذه الأحوال، في ظل استهداف اللاجئين الفلسطينيين في المخيم بلبنان؟ والله يا أخي هو موضوع الجيش اللبناني الآن أنا أقول هو يقع كأنه يقع بين نارين. المشكلة أن المخيم في الداخل الجيش لا يستطيع الدخول إلى داخل المخيم لحسم الأمور، هناك تفاهمات قديمة على أن الفلسطيني يحتفظ بسلاحه داخل المخيمات في لبنان ويكون مسؤول عن أمنه وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والقوى الشرعية اللبنانية. مسألة الجيش اليوم، لبنان يعاني أزمة اقتصادية حادة والجيش بالكاد يكون متماسك لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان. دخول الجيش في أي معركة لا سمح الله أو أي حرب تجاه المخيم يذكر الناس بتدمير مخيم نهر البارد في العام 2008 أو 2007، لذلك هناك حساسية تجاه هذا الموضوع، ولذلك هو محكوم بالانتظار ومحكوم بعدم التدخل لحسم الأمور. لأنه هذا يستنزفه ويدخل البلد في أزمة كبيرة أيضا، وأي تدخل جيش لن يكون مضمون النتائج أيضا في المقابل. من بيروت المحلل السياسي اللبناني الأستاذ وائل نجم، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.